احنا فعلا تعبنا جدا احنا كفريق عمل في مشروع، كنا سواء مهندسين او مشرفين او عمال، انه يطلع بالصوره المشرفه دي، صوره تليق بمحافظه الاقصر كانها عاصمه للسياحه في مصر. والحمد لله المجهود يعني اتقدر وحاجه زي كده وصلت، يعني الناس كلها انها شافت المجهود المبذول الحمد لله. ردود الفعل طبعا كانت عندي بدايتها من البيت، طبعا ماما وبابا اللي هم دايما بيشجعوني وبيقفوا في ظهري الحمد لله، ان انا ادخل مجال صعب زي مجال المقاولات كان رد فعلهم فرحانين جدا بيا وفي العيله هنا. برضو رد فعل من زمايلي كلهم ناس كانوا محترمين وكلهم كلموني طبعا وفخورين انهم اشتغلوا معايا، والحمد لله كان ردود فعل جميله جدا. حتى على السوشيال ميديا الناس فخوره برضو ان في مهندسات برضو يقدروا يقتحموا مجال المقاولات كده ويشتهروا في حاجه زي كده الحمد لله. طبعا الصعوبه كانت في التعامل مع العمال والصناعيه والمقاولين في البدايه، طبعا انهم يتقبلوا طبعا التعامل مع بنات في المجال ده بالذات، بس ما بياخد وقت وبيروح يعني الحمد لله الناس بتثق بعد كده خلاص في ان الموجوده دي هي زيها زي المهندس الراجل بتأدي نفس المهام، فيبقى الشغل بيمشي الحمد لله بسلاسه وبيتعودوا، والحمد لله يعني اثبتنا نفسنا الحمد لله في المجال. انا طبعا حابه اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود بتاع حضرته في كل المحافل، انه دايما بيوجه شكره للمراه وبيستغل كل فرصه ان هو يظهر ان المراه تقدر وفي كل المجالات انها مجهودها يتقدر، فانا فخوره طبعا بحاجه زي كده بالذات في الفتره دي في مصر، والحمد لله يعني احنا قدرنا نقتحم المجال ده ونثبت نفسنا برضه فيه ان المراه تقدر في اي مجال الحمد لله.